بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنرحب بيكم النهارده ويوم تاريخي بالنسبه لكم ويوم تاريخي بالنسبه للنقابه. طبعا النهارده جت حلف يمين، وحلف اليمين ده شرط اساسي للقبول في نقابه المحامين. حتى لما تيجي احنا في الامتحانات بنجيب سؤال، يعني وفي محامين بيقول لك يعني نقول له يعني ده علامه صح او علامه قبول على جلسه حلف يمين شرط اساسي من شروط القيد في نقابه المحامين، في بيكتب صح وفي يكتب غلط. كارثه. المساله دي شرط اساسي نمره واحد، شرط اساسي اللي هو اللي احنا هنعمله النهارده ده اللي هو حلف اليمين. وحلف اليمين عشان يبقى الكلام واضح ما هوش كلام احنا بنردده، لا، كل كلمة في القسم لها معنى ولها مدلول ولها مضمون ولها موضوع ولها قانون. كل كلمة، وكل كلمة مجموع ده كله القسم، كل ده بيحدد مصيرك من النهاردة لغاية آخر يوم في حياتك في المهنة كمحامي. يعني الكلام مش جاي إن أنا هنقول كلمتين ونمشي، لا بالعكس، ده يعني عايز أقول لك الميثاق بتاع المحامين، ده القسم. ده لما هنقول القسم ونقول مضمونه، إنت من النهارده بعد ما تحلف اليمين بتخرج من النقابه بنقول لك يا استاذ دلوقتي. لا، ليه؟ لان احنا لسه مش احنا ايه بقى لسه الشرط الاول ما تمش، حلف اليمين لسه ما تمش. مجرد حلف اليمين بقيت محامي، بنقول لك يا استاذ. المجتمع بيتعامل معك كده، انت بتتعامل مع المجتمع كده، كل مؤسسات الدولة بتتعامل معك كمحامي استاذ، كل مؤسسات الدولة بتتعامل معك على انك شخصية عامة، على انك شخصية عامة. مش كلام بقى خلاص، مجرد ما انت خدت الصفة بعد القسم فانت شخصية عامة ولا محامي. ما بيقولكش، بيقول لك فلان الفلان المحامي، حسين الجمال المحامي، بس ما هي مجرد المحامي دي هي صفة العموم، هي صفة العموم. فأنت كده شخصية عامة، التعامل معاك شخصية عامة، التعامل مع كل مؤسسات الدولة شخصية عامة، أنت بتتعامل بنفسك شخصية عامة. شخصية عامة دي مسألة مش سهل، لا، شخصية عامة دي انت محامي بتنفرد بما يتصل به غيرك. محامي، انت كمحامي متفرد، شخصية متفردة عن كل الاشخاص الموجودة في المجتمع. الكلام انا بقوله كلام مهم جدا، كلام مهم جدا، لان ده بينعكس عليك. فلما نقول بينعكس عليك كمحامي، وكمحامي دي مهمه بقى ازاي. محامي دي مش ان احنا بنقول كلام كده خلاص، لا، ده في ضوابط مهمه جدا، في التزامات، في علم، في فقه، في قانون، في اخلاق الاول، وبعدين العلم. انا قلته ده كمحامي، لكن صفاتنا احنا بقى اللي احنا هنبدا بيها واللي المجتمع هيتعامل معانا بيها، وان احنا هنتعامل مع المجتمع وكل مؤسسات الدوله وكل مؤسسات المجتمع، انت هتتعامل معاهم بايه؟ بشخصيتك العامه المحترمه
العالم القانون الفقيه ماشي، ده صفات اللي انت هت ايه هنبدا نتعامل بيه. طب هو احنا كده دلوقتي لغايه قبل ما نحلف اليمين، مش المفروض بقى قبل كل ده يبقى فيه لنا اتصال مع ربنا سبحانه وتعالى، نرجع لربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ده الاساس، ده الاساس. لان انت كل حياتك وكل عملك حسب نوعه، ده انت كمحامي بتعمله، قضيه انت بترافع فيه، قضيه انت بتكتب فيه، قضيه انت بتبحث فيه، كل ده مستقبل بتحدده، كل ده انت اللي بتعمله. لكن انت بتبدا تشتغل في عمل انت بتعمله لغايه حد معين وبتقف. عايز ابقى محامي ناجح وعايز 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 كل حاجه، انت لغايه عشان توصل لده بتبذل مجهود كبير جدا ايا كان بقى، عشان توصل للي انت عايزه. واللي انت عايزه ده مهم جدا. هل انت تقدر توصل للي انت عايزه ده كده على طول؟ لا، انت بحد معين بتقف. وصلت في البحث اللي انت بتعمله، في العلم، في كل اللي انت بتعمله ايا كان العمل ده، بتقف هنا وانت خلاص. لكن اللي جاي بقى، النتيجة بقى، اللي هيسبق ده بقى مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. اقف هنا بقى، القدر، القدر بتاع ربنا ده مش حلو. يبقى احنا دورنا كبني ادمين لحد معين ايا كان، مفيش حد، كل واحد له، كل واحد له اراء، كل واحد له فكر، كل واحد له اللي هو عايز، كل واحد جواه عايز يبقى ايه، وكل واحد جواه عايز يبقى ايه، ده عايز يوصل لاعلى المراتب. لانه عايز كده، عايز يبقى كده، عايز يبقى نجم في المجتمع، عايز يبقى شخص متفرد، عايز يبقى محامي مفيش زيه. ده كلنا البشر كله كده. عشان نوصل لده بنوصل بقى، بنجتهد كويس قوي لغايه انت تيجي لغايه حد معين وبتقف. اللي جاي مش بتاعك، اللي جاي مش بتاعك، اللي جاي بتاع الحق سبحانه وتعالى. هو علشان كده احنا بنقول لازم يكون في صله بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه. اللي هو ربنا خلقنا هباء كده؟ لا، ده كل شيء عنده بمقدار، مساه كلام كده. لا لا، كل كلمه انت بتتحاسب عليها، كل كلمه انت مسؤول عنها، كل كلمه ربنا موجود بالنسبه لنا بنتحاسب بس. هو احنا ربنا خلقنا ايه هباء كده عبثك؟ لا، ده ربنا خلقنا واداك وكرمك، انت المخلوق الوحيد اللي في كل المخلوقات اللي خلقها ربنا، اللي ربنا كرمك. تخيلوا احنا، واحنا المخلوقات البشر احنا كده اهو، اللي ربنا خلقنا وكرمنا وميزنا عن كل المخلوقات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى في الكون. ده معقول؟ اه معقول. لان ربنا اداك كمخلوق وكرمك وقال لك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. شفت؟ شفت ربنا عامل ايه؟ شفت احنا ايه؟ شفت ربنا كرمنا عن كل المخلوقات اللي موجوده ايه؟ مش كده وبس؟ وسخر لنا جميع المخلوقات، مش خلقها بس، ده سخرها. سخر لنا جميع المخلوقات اللي خلقها في الكون كله لخدمة البشر، لخدمة حضرتك، لخدمة حضرتك.
كده. طب احنا بقى عملنا ايه؟ احنا عملنا ايه عشان ربنا خلقنا كده وكرمنا كده ووصلنا للي احنا عايزينه كده؟ احنا ادينا ايه لربنا؟ ربنا مش عايز حاجه، مش عايز منا حاجه، لا احنا اللي عايزين مش هو. فعلشان كده لازم يبقى انت بادئ صح، انت بادئ مع ربنا اللي خلقك اللي كرمك اللي اداك ما لا تستطيع. انت ما تفكرش فيه. اليوم ده النهارده انا شايف ايه؟ الابهات بره والامهات بره والاخوات بره والعيله بره الله، ده حفل عظيم جدا، حفل عظيم فعلا عظيم، حفل ليكم كلنا بنكرمكم، النقابه بتكرمكم، جميع العموميه لمحامين مصر بتكرمكم، كل المجتمع بيكرمكم. ده مش كلام بقى، لازم نعمل حساب كويس قوي. احنا عايزين نشوف نتعبنا يعني. انتوا وصلتوا لمرحله النهارده مش فاكر كده، بس مين بقى اللي وصل لكده؟ الاسره، الاب، الام. فاحنا عايزين بقى النهارده، هم جايين ليه؟ عشان يجدوا ثمره تعبهم اللي وصلوكوا لكده. فعلشان كده لازم يبقى، تعالى بقى ارجع تاني زي ما ربنا قال اهو، شوف عشان ربنا نرجع، عشان الام والاب، هو الام والاب دول عباده ربنا سبب بالنسبه لكم رضا الاب والام. ده بقى النجاح التاني. ليه؟ لان اذا الاب والام رضوا علينا خلاص انت مش عايز حاجه تاني، ده ربنا رضا عليك والاب والام راضين عنك باختصار يعني. دي مهمه جدا. فعلشان كده اللي بره ده لازم ربنا، انا عارف ان هم بالنسبه لهم الفرحه بتاعتهم ايه. وارجع تاني الحته دي، وشوف بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ايه. وقضى ربك الا تعبدوا، الا تعبدوا الا، تأكيد إلا إياه، تعبدوش غير ربنا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة بس يا دوب حاجة أنا هوا كده يطلع، ولا تنهرهما. أو أمر من عند الحق سبحانه وتعالى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللي طبعا أعتقد اللي إن ده مش كلام بيتقال، لا كلام ربنا خلقنا وامرنا بيه واحنا ملزمين بيه، ونفضل طول ما انت موجود، وحتى بعد الاب والام ما ينتقل الى الحق سبحانه وتعالى، مستمر انت تدعي. والدعاء بالام والاب ده يعني ما فيش حجاب بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، يعني ده قائم. وانا عايز اقول حاجه، انا بالنسبه لنا انا نجاحي في بنيتي اللي انا وصلت له ده بفضل دعاء الوالدين، مش انتوا بقى، بفضل دعاء الوالدين، لان هم بينهم وبين ربنا عمار، لما بيدعوا بيقولوا بيوصل. وعلشان كده احنا النهارده حفل، وبالنسبه لينا كلمتين اتنين بقى، احنا مش عارفين نبقى محامين كده، لا محامي لازم تفتخر بنفسك، لازم تعتز بنفسك، لازم تعرف مكانتك، لازم تعرف انت ايه، لازم تعرف انت بالنسبه للمجتمع ايه. انت لما تقول تفتخر بنفسك، افتخر بنفسي، اعتز بنفسي، ايوه اعتز بنفسي، انا محامي، انا عالم،
انا قديم انا مفكر انا مبتكر انا محامي بغير اللي تحمله الاوراق انا بغيره كمحامي انا بغيره عشان تعرف بقى قيمتك دي واللي مش هيبقى كده مش هيبقى محامي انت محامي تتعامل مع محكمه تتعامل مع النيابه تتعامل مع الشرطه تتعامل مع كل جهات الدوله انت تتعامل مع جهات مهم اللي هي المحكمه والنيابه والكلام ده كله طب انت دورك لازم تبقى عارف المحامي الوحيد بيبدا الدعوه منين المحامي الوحيد بيبدا الدعوه ايا كانت الدعوه ايا كانت ده بيبدا الدعوه وينهيها الله هو اللي بيبدا الدعوه ولا النيابه لا هو ولا المحكمه لا هو المحامي حضرتك القانون قال كده احنا بنبدا الدعوه وايا كانت ونكمل ونترافع ونكتب مذكرات شفويه وتحريريه وكله انت اللي بتبدا الدعوه فيه وانت اللي بتنهيه الله ده حاجه كبيره قوي انت الوحيد اللي بتبدا الدعوه قبل المحكمه وقبل النيابه وقبل اي المحاكم ايا كان درجاتها خلي بالكم لغايه المحكمه الدستوريه انت بتبدا الدعوه برضه ده حاجه عظيمه جدا الله هو ده المحامي طب المحامي ده يبقى يتعامل مع المجتمع ازاي يتعامل مع نفسه ازاي يبقى انت شخصيه متفرده انت شخصيه متفرده عن كل الشخصيات اللي موجوده في المجتمع يبقى انت هنا هتبقى محامي شخصيتك متفرده بتفتخر بنفسك بتعتز بنفسك ما فيش غرور خالص ده بنفتخر ونعتز مش غرور لا ان المغرورين كانوا يخون الشياطين لا ده كل انت ما تزيد علم وكل انت ما تزيد ثقه ده انت ربنا سبحانه وتعالى بيديك اكتر ليه؟ لان من تواضع لله مش قال للمحكمه ولا لفلان ولا لفلان لا من تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه ومن تعالى اعتقد احنا النهارده هنقف في اليمين انتوا بعد كده هيبقى في معهد محاماه سجلوا بقى معهد المحاماه كل واحد هيسجل معهد محاماه في الفرعيه بتاعته ومعهد المحاماه انا المقرر بتاعه برضه يعني احنا بعدكم كده في محاضرتين معهد محاماه شغالين دلوقتي يعني الحمد لله فعلشان كده احنا بعد كده انت هتروح هتتخرجوا النهارده هتتخرجوا خلاص هتروحوا المحكمه هتتخرجوا مش هتتخرجوا هتروحوا المحكمه ده انت هتتخرج عشان تسجل في المعهد وبعد ما تسجل في المعهد وتخلص الدوره التجدد العام وتنقل ابتدائي خلاص انت بقى كده هتروح المحكمه واللي جاي في الجزء برضه هتروح المحكمه قانون برضه بس مش هتراف يعني في حاجات كده معينه هنا الامر ده مهم جدا لازم تبقى حريص جدا وانت بتتعامل في المحكمه ما يبقاش حد يجي يجيب لك نوته زي ايده ويقول لك استاذ بعد اذنك خش احضر عني والتوكيل غلط واثبت حضوري والتصوير انت بقى لقيت العمليه هتيجي تخش قدام المحكمه وتثبت حضورك ومعاك توكيل وهتثبته في محضر الجلسه وهتطلب الطلب بالتصالح طب بعد كده نفترض ان التصالح ده او التوكيل ده مزور نفترض ان التوكيل مزور طب ايه التبعات اللي هتحصل تاني بعد كده مش هيمكن فعشان كده لازم تبقوا حريصين جدا على انك انت اي حد يديك ورقه يديك طلب عشان تخش بيه المحكمه او النيابه لو انت مش واثق تماما تخش خالص ولازم تتاكد ان النوته اللي بيديها لك دي صح لازم التوكيل اللي هو بيديه لك ومرفق فيه ده صح وتتاكد منه في بيديك نوته والمدعي والمدعى عليه وانت هتحضر عن المدعى عليه
وكاتب لك بالتوكيل برقم كذا، كاتب رقم التوكيل بس، وانت تروح تحضر وتلاقي الدنيا باظت. فعشان كده زي ما النقاط زي ما المهنه بتديك لازم تحافظ عليه، لازم تحافظ عليه. وخلي بالكم مهنه المحاماه ورساله المحاماه من اعظم الرسائل والمهن اللي موجوده في مصر كلها بل في العالم كله. انا بقول لكم ده المهنه دي، انا بتكلم انا محامي، بتكلم عمل، بتكلم واقع، بنقل لكم واقع حي انا عشته، انا عشته. عايزكم توصلوا كده، لان المحاماه بتدي ربنا سبحانه وتعالى بيدي فيها قوي، لانك انت بتراعي ضميرك. خلي بالك حاجه مهمه جدا، احنا كمحامين ملناش رقيب علينا، ملناش رقيب علينا، اللي احنا رقيب علينا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب. فعلشان كده عشان احنا ربنا بيحاسب وضميرنا بنتحاسب عليه، فلازم نبقى فاهمين الكلام ده قوي قوي. وده بعد كده هنبقى نشوفه في المعهد. طبعا احنا القسم بتاع النهارده لازم تبقوا انتوا فاهمين، انتوا الجيل اللي موجود دلوقتي ده اللي انتوا هتتعاملوا في بالنسبه للمحاماه، المحاماه مين؟ اللي هي التعديل الجديد. احنا النهارده في موضوعات موجوده دلوقتي، وفي قوانين صدرت عشان تتعامل مع هذه الموضوعات الجديده. احنا النهارده ده احنا في دلوقتي الاستثمار، وفي حاجات كتير قوي، وده اللي انتوا هتشتغلوا فيه. خلي بالكم ده اللي احنا عندنا في الدفعه دي وفي كل الدفع محامين الليسانس بتاعهم انجليزي وفرنساوي ومقيدين في النقابه، ودول هيتعاملوا مع جميع الجهات اللي هي موجوده في مصر وبتعمل اتفاقيات بينها وبين المحامين. فعشان كده انتوا الجيل اللي جاي، انتوا الجيل اللي جاي اللي هتبقى الاستثمار كله هيبقى بالنسبه لكم، بس راعي كويس قوي ضميرك، راعي كويس قوي ضميرك. الامر المهم انتوا الشباب اللي هيتحمل بكره، انتوا الشباب اللي بنعدوا لبكره، انتوا الشباب اللي هتوقفوا تساندوا البلد. انت محامي مش بتترافع فيه الموكلين، ده الاول الدفاع عن الوطن، الدفاع عن مصر، لازم تبقوا حريصين. انتوا عارفين التداعيات اللي بتتم دلوقتي في العالم كله ايه؟ عارفين انت التداعيات اللي بتتم في مصر شكلها ايه؟ شايفين القوات المسلحه بتاعتنا بتعمل ايه؟ احنا النهارده في الايام اللي جايه دي كل مصر على قمه الاستعداد. ليه؟ لان احنا لازم نحافظ على بلدنا، لازم نحافظ على مخدراتنا، لازم نحافظ على مصر. فعلشان كده انتوا الجيل اللي هيدافع بالقانون، اللي هيدافع بالقانون ماشي، واللي هيدافع بالقانون في كل وقائع تستحق القانون، واللي هيدافع عن الوطن في كل الوقائع التي تستحق ان نحمي بلدنا ونحمي وطننا. فضل عشان نحلف اليمين، فضلوا. طبعا القسم ده اعتقد هو القسم اللي ما فيش قبل ولا بعد. ده من هنا من جوه اللي هتحاسب عليه، انت هتحاسب نفسك عليه، وبعد كده ربنا هو اللي هيحاسب. يعني اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والامانه والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. بالتوفيق إن شاء الله وألف مبروك.